صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 76 لسنة 2022 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن الشركة القابضة للنفط والغاز، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: يكون وزير النفط والبيئة هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسي عن الشركة القابضة للنفط والغاز.